السلام عليكم. النهاردة هناخد مراجعة، برضو هنكمل على المراجعة اللي احنا اخدناها، مراجعة بسيطة كده، وبعد كده هندخل على الدرس الجديد. اخدنا مع بعض بعض الاوامر الموجودة في البرنامج زي الامر موشن، وده المسؤول عن الحركة. هنقول بعض الاوامر اللي جواه مهمة. عند الامر موف 10 steps، ان هو يمشي الكائن 10 خطوات. طبعا الارقام دي بتتغير، تمام. ترن رايت 15 درجة، ان هو يلف الكائن بمقدار 15 درجة لليمين. ترن ليفت 15 درجة، ان هو الكائن يلف 15 درجة ناحية الشمال. بوينت ان دايركشن، ان الكائن يقف عند الزاوية 90. طبعا لو فتحنا السهم ده بيكون جواه ارقام تانية، تمام. برضو من الاكواد المهمة في الامر موشن if on edge bonus. قلنا دي معناها ايه؟ if on edge bonus دي لما الكائن بيمشي ولو خبط في الحافة يبدأ يعمل ارتداد تاني، يرجع تاني، تمام. يبقى if on edge bonus ده بتاعت الارتداد. طيب احيانا لما الكائن بيرتد بيحصل له عملية انعكاس، بيتقلب، تبقى راسه تحت ورجليه فوق. طيب عشان نتجنب الخطأ ده فبحط الكود ده set rotation style left right، set rotation style left right. دي الأوامر المهمة عندي في motion، تمام. وقلنا ان الأرقام دي بقدر أغيرها حسب ما أنا عايز. هناخد الحاجة التانية looks. looks دي فيها ايه؟ فيها مظهر الكائن، مسؤول عن مظهر الكائن. ايه الاوامر المهمة فيها؟ قلنا ان الكائن ممكن يكون ليه اكتر من مظهر، صح ولا غلط؟ تمام. طيب عشان نعرف ان الكائن ده ليه اكتر من مظهر، من التبويب كاستمز بنشوف ان الكائن ده ليه مظهرين، في المظهر ده وفي المظهر ده، ده وده. طيب هنرجع تاني، يبقى لوكس مسؤول عن المظهر. ايه الاكواد المهمة فيها؟ show يعني اظهر الكائن، hide يعني اخفي الكائن، next custom يعني يغير او يبدل بين مظاهر الكائن. طبعا انت لو دوست على الكود كده هيبدأ يتنفس، تمام. في هنا برضو ان هو يقول رسالة معينة لمدة 2 ثانية، هنا يقول الرسالة بتاعتي واختفي على طول. طبعا ده بيختلف في شكل عقد المسج، ده كأنه بيفكر هنا لو سي هلو هدوس عليها تبقى على هيئة رسالة، تمام. يبقى اخدنا من هنا شو يعني اظهار، هايد يعني اخفاء، نكست كاستم يعني مظهر جديد، تمام، بتاع الكائن. سي مسج الفلانية لمدة 2 ثانية، يقول المسج لمدة 2 ثانية، سينك لمدة 2 ثانية، ان هي تختلف بس في شكل عرض المسج لمدة 2 ثانية. اخدنا ساوند، والبرنامج عندي هنا بيدعم مكتبة للاصوات برضو، فانا لو دوست هنا هيطلع صوت القطة بتاعي. طيب انا لو مثلا عايزين نسجل، خدناها مع بعض، بنقوم اخدين الكود كده واضغط هنا وبعمل ريكورد، وبعد كده من تبويب ساوند ابدأ اسجل واحفظ باسم جديد باسم التسجيل، وارجع تاني هنا والحاجة اللي سجلتها هلاقيها باينة هنا فدوس عليها وهتتفعل. طيب خدنا المجموعة بين دي بستطيع من خلالها ان انا ارسم اشكال هندسية، بستطيع من خلالها ان انا ارسم اشكال هندسية، تمام. اهم الاكواد الموجودة فيها pin down. pin down معناه ايه؟ انزل القلم، يعني ارسم دلوقتي. pin up يعني ارفع القلم، تمام. set pin color to، ان انت بتحدد لون القلم، الخط اللي انت هترسم بيه الشكل الهندسي يبقى لونه ايه. set pin size، ان انت برضو بتحدد حجم وسمك القلم يبقى قد ايه. عايزين نمسح كل اللي موجود على المنصة او الاستديو بتاعي، بعمل كلير، تمام. هاجي للمجموعة event. المجموعة event دي فيها الاحداث، تمام. معناها ايه اول واحدة دي؟
when click start، يعني لما ادوس على علامة العلم، ودي بتبقى دايما في البداية، لما ادوس على علامة العلم يبدأ الكود يتنفذ. وفي حتة مهمة تانية when space key pressed، يعني لما ادوس على زرار المسافة الموجود في الكيبورد يحصل حدث معين. طبعا لو فتحت السهم اللي هنا هلاقي مجموعة الأرقام والحروف والأسهم الموجودة في الكيبورد، تبدأ تحط انت او تختار الخيار اللي انت عايزه. هاجي عند مجموعة كنترول، واخدنا فيها 3 حاجات وهنضيف عليهم حاجة النهاردة. wait one second، طبعا الارقام قلنا بتتغير. wait one second يعني انتظر ثانية، يعني لما انا مثلا هخلي الكائن يمشي، بدل ما يمشي سريع واخدناها مع بعض، بعمل له ويت عشان الخطوة تبقى منتظمة. ريبيت 10 خطوات، وطبعا الارقام بتتغير، ان انا بدل ما الكود اقعد اعيده 10 مرات، اكتبه 10 مرات، ان انا ممكن اعمله مرة واحدة واحط ريبيت على اكرره العدد اللي انا عايزه. forever ان انت بتكرر عدد لا نهائي من المرات، يعني بيفضل على طول يكرر الموضوع ده. اما ريبيت العدد اللي انت بتحدده. هناخد ايه من كنترول النهاردة؟ اف زن، اف زن الاوامر الشرطية، اف زن. تمام، افتكروها بقى وهنرجع لها تاني. من قائمة سينسينج اللي هي موضوع النهاردة، دي بتحقق لي هدف معين، بتحقق هدف معين، بس لوحدها ما تعملش حاجة، لوحدها ما تعملش حاجة، لازم استخدم معاها من قائمة كنترول، اختار معاها اف زد. طيب هنقول الاوامر المهمة فيها وبعد كده هنعرف بنشغلها ازاي. اول حاجة الامر تاتشنج، يعني ايه؟ ملامسة. هفتح السهم ده هلاقي الحاجات الموجودة على المنصة. طبعا مع المنصة ما فيش اي حاجة، فبيديك حاجتين باي ديفولت كده. تمام، في ماوس بوينتر، ده معناه ايه؟ لما الكائن بتاعي يلمس السهم بتاع مؤشر الماوس. ايدج لو هو لمس الحف. تمام، لو ضفت كائن دلوقتي ضفت كائن لو ضفت كائن دلوقتي هلاقيه ظاهر عندي. طبعا الكائن اللي انا ضفته ده هم مسمينه في البرنامج أليكس. تمام، طيب الكود التاني المهم هنا touching color، يعني عندما الكائن يلمس اللون الازرق او الاخضر، اي لون هتحدده انت. وفي بعض الحاجات المهمة التانية برضو، بس مش علينا، علينا برضو key space pressed، يعني لما تدوس على علامة المسافة اللي موجودة في الكيبورد يعمل أمر معين. أو فتحت هنا هلاقي كل الحروف وكل الأسهم الموجودة في الكيبورد بتحدد الحاجة اللي انت عايز. طيب لوحدها كده مش هتشتغل، لوحدها مش هتشتغل، لازم أخلي معاها F الشرطي. يبقى من كنترول أجيب F زن الشرطي. تمام، وأحط جواها الحدث touching، يبقى if الكائن بتاعي touching Alex then يحصل ايه؟ هقول له الامر ده مثلا ان هو يلف، ان هو يختفي، هنعمل مع بعض دلوقتي. طيب طيب حد يقول لي ليه الكائن، يعني اي كائن فيهم؟ طبعا انا عشان واقفين على القطة. تمام، فهو الكائن المقصود بيه لما بقول الكائن يبقى القطة. لو عملت الكود في أليكس يبقى هلاقي التاتشنج هيبان عندي الكائن. تمام كده، طيب عندنا نشاط عايزين نعمله، بس قبل ما نعمله لازم نرتب الكود في دماغنا. تاني حاجة ان مجموعة السنسنج ما ننساش ان هي بتحتاج لإف زن. إف زن هلاقيها فين؟ في قائمة كنترول. تمام كده، يبقى هناخد نشاط بيقول ايه؟ ركز، لما كائن القطة يمشي عدد الخطوات اللي انت هتحدده، ولو خبط في الحافة يرتد تاني. تمام، اخدناه قبل كده. طيب الجزء ده تمام، الجزء التاني
لما يلامس الكائن ده يتغير مكان، يتغير مكان القطة. تمام. هناخد أول جزء إزاي. أول حاجة لما أدوس على علامة العلم، يبقى من event أختار when click start. تمام. أمشي الكائن، يبقى حركة، يبقى منين؟ من motion، واختار move مثلا 10 steps او اي خطوة انت هتحطها عادي. تمام. وعشان قلنا الكائن يمشي بخطوة منتظمة، يبقى من control ان انا اقلل، اخلي فيه انتظار. تمام. اخلي مثلا فيه انتظار 2 ثانية. تمام. طيب عايزين لما يخبط في الحافة يرجع تاني، يبقى قلنا الحافة دي فين؟ في موشن. اختار ايه من موشن؟ اختار منها if on edge bones، حطيتها. تمام. طيب قلنا عشان لما بيخبط في الحافة وضعه بيتغير او بيتعكس، هختار من هنا ايه؟ set rotation style left or right، وحطها في اول الكود. تمام. طيب عايزين الخطوات دي تتكرر عدد لا نهائي، يبقى من control واختار repeat ولا forever. اختار ايه؟ عدد لا نهائي، يبقى forever. كده خلصت اول كود. اشوفه. اهو هيمشي على الكائن التاني عادي كأنه محصلوش حاجة، ويلف ويرجع تاني عادي وضعه الطبيعي. تمام. يعني الكائن بالنسبة له اللي موجود ده كأنه مش موجود. هوقف اللعبة. عايزين بقى النص التاني، بيقول لك ايه؟ لما الكائن القطة ده يلامس الكائن اللي موجود عندي اللي هو هنا اسمه أليكس، يبدأ يتغير مكان. ازاي؟ من مجموعة السنسنج، اختار touching، واختار هنا موجود ماوس بوينتر يعني مؤشر الماوس، ايدج المنصة، او اليكس. احنا عايزينه لما يلمس اليكس. تمام. يحصل ايه؟ نحطه كده وخلاص؟ لا، من كنترول اجيب اف زين واحطها هنا، واحط جواها touching. تمام. راح احطها في الكود بتاعي هنا. طيب اف كائن القطة touching ألف زين، يحصل ايه؟ قلنا يتغير مكان، يبقى من motion يتغير مكان يعني هيتحرك، يبقى من motion مثلا اعمل change الاكس مثلا، change الاكس مثلا ب بمية، سالب 100 مثلا. تمام. وضع ده مكانه، واخلي دي تبص لي ازاي، ادوس عليها، وبعد كده من الكاسترز اعمل لها فليب. بصت يعني فليب، بصت الناحية التانية، واجيب الكود هنا واعمل خلاص، هعمل سالب 100. أكبر الشاشة وأبدأ أشغل اللعبة بتاعتي. أول ما هيلمس الكائن هيحصل له يرجع تاني، يتغير مكان، يتغير مكان. كده احنا أخدنا الكود بتاع السنسنج أو النشاط بتاعه. هنكمل عليه جزء. الجزء ده بيقول ايه؟ ان انا اغير ليه القطة بتاعتي، مظهر القطة بتاعتي ده next custom يعني اغير مظهر، يبقى من، حد يقول لي من looks، اختار next customs واحطها هنا. تمام. خلاص كده. نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. بدأ يغير في شكله وهو ماشي، يخبط فيها يرجع تاني. طيب
هنضيف حتة كمان، ان انا اضيف صوت لما يلمس اليكس يعمل صوت نونوة كده، نود ساوند، واختار بلاي ساوند، احطها فين؟ بقول لما يلمس اليكس، يبقى احطها في الكود هنا من فوق؟ لا، احطها جوه هنا في اف.